بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم. معاكم مستر احمد الباشا، وهنكمل مع بعض المراجعه. ده بارت نمبر 3. في بارت نمبر 3 هنناقش الصفحه نمبر 96، واحنا ماشيين كده مع بعض ايه صفحه صفحه علشان نفهم الحاجات بالراحه، يعني نفهم الفيديو ما يبقاش كبير قوي ونفهم مع بعض بالراحه. بيقول لي في نكمل بقى، احنا بنكمل ترو اور فولس اللي بدأناه في الفيديو اللي فات اللي هو بارت نمبر 2، هنا بارت نمبر 3 ان شاء الله. ف في نمبر ال بيقول لي ميكسينج ريد جرين بلو كلرز بروديوس وايت كلر. لما بخلط، عارفين الريد والجرين والبلو دول ايه؟ اللي هم البرايمري كلرز. لما بخلطهم ببعض بيطلع لي ايه؟ بيطلع لي الوايت كلر. ده سؤال سهل، يبقى دي ترو، الاجابه هنا ترو. طيب نمبر ام بيقول لي الالومنيوم جيتس اتراكتد تو ذا ماجنت. لا، الالومنيوم دازنت اتراكت تو ذا ماجنت، ده ايه؟ طب لو جينا نصحح الاجابه دي هنسميها ايرون، يبقى فولس والاجابه الصح ايرون. ان الكتريك كارنت كان بي جنريتد باي يوزنج ماجنت. ايوه، اقدر ان انا اطلع الكتريك كارنت من الماجنت، لان الماجنت ده فاكرين الالكتروماجنت، هنتكلم عن الكلام ده كله. طيب يبقى الاجابه اللي فاتت ترو، الاجابه دي برضو ترو. ماجنتيزم is always related with electricity. نفس الإجابة بتاعت السؤال اللي فات، إن الإلكتريك الإلكتريستي مرتبطة بالماجنت والماجنت مرتبط بالإلكتريستي. تعالوا بقى ناخد السؤال المهم عندنا في الامتحان، وهو اسمه give reason. give reason اديني سبب عن الحاجة اللي أنا هقول لك عليها دي. بيقول لي white color أو white light can be separated. ليه أقدر أفصل اللون الابيض؟ لان اللون الابيض ده هو كونسيست اوف 7 سبيكترم كلرز. احنا عارفين ان الوايت كلر ده بيتكون من 7 الوان. يبقى لو قلنا ليه الاجابه، ليه اقدر افصل الوايت كلر؟ بيكوز وايت لايت كونسيست اوف 7 سبيكترم كلرز. سو انت لو وقفت لحد الاجابه هنا مش 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 وحش، بس انا عاوزك تجاوب اجابه كامله. سو وين وايت لايت باسس ثرو جلاس بريزم، عارفين البريزم اللي هو بيعمل سيباريشن للايه؟ لللايت، بيعمل سيباريشن للوايت لايت. It is separated into 7 spectrum colors. يبقى ده هينفصل لي 7 الوان للطاقه. يبقى because white light consists of 7 spectrum colors, so white light passes through white light passes through a glass prism. يعني هيعدي من glass prism. It's separated into 7 spectrum colors. حلو، لحد هنا احنا شاطرين وبنجاوب مع بعض. تعالوا بقى ناخد سؤال تاني. بيقول لي داينامو، الدينامو كان تشينج ميكانيكال انرجي انتو الكتريك وان. طيب ادي معلومه لازم ناخدها، ان الدينامو او الداينامو تشينج الميكانيكال انتو الكتريك، عشان لو جالك في الامتحان ولسه مجاوبينها في الفيديو نمبر 1 او في بارت نمبر 1، قلنا ان الداينامو بيحول الميكانيكية into electric current أو electric one. because by moving a magnet، لما بحرك الماجنت inside coiled wire، لما بحركه في الcoiled wire electric current generated. بكل بساطة يبقى احنا مش عارفين ان الدينامو في ماجنت، اه لما بحرك بقى الcoiled wire يطلع لي electricity. نكمل الأسئلة. أسئلة على فكرة سهلة جدا وكلها بسيطة. solution is a type of mixture. هو mixture يعني mixture اللي هو mixing two material or more، يعني بأخلط اتنين من الماتر أو مور. طيب جاوبوني انت على السؤال ده، انا هسيبه لكم. give reason solution is a type of mixture. عاوزكم تفكروا فيه وتبعتوا لي اجابته. parasite doesn't kill its host. البارازايت اللي هو المتطفل ده ما بيقتلش الهوست. احنا عارفين ان في الباراسايتزم ان انا عندي حاجتين، عندي البارازايت اللي هو المتطفل واللي بيتطفل عليه او اللي هو الضحيه، يعني اسمها هوست. يبقى عندي باراسايت وهوست. ليه الباراسايت doesn't kill its host؟ ليه ما بيقتلش الهوست بتاعه؟ لان هو بيعتمد عليه. هو افرض ان هو موت الهوست،
لو موت الهوست هياكل منين؟ ما هو بيتطفل عليه، هو بيفضل عايش على جسمه كده يعني. افرض موته بقى، مش هيعرف ياخد منه اي حاجه، مش هيستفاد منه، because it depends completely on host، بيعتمد تماما على الهوست to get its food and shelter، اللي هي الفود والحمايه، يعني بيجي له الاكل والحمايه. So host is this، ان لما يموت بقى الهوست is considered lose of the parasite، يعني هيعتبر خساره جامده، او lose to the parasite اللي هو خساره جامده للمتطفل. يبقى عرفنا الاجابه دي ازاي. تمام، تعالوا ناخد سؤال تاني. بيقول لي باراسايتزم، الاسئله دي مهمه على فكره وبتيجي في الامتحانات على طول. باراسايتزم may be external or internal. طيب هو بيقول لي الباراسايتزم اللي هي عمليه التطفل ممكن تكون خارجيه او داخليه، يعني ممكن يكون التطفل ده من بره او من جوه. لان انا عندي نوعين من الايه التطفل، عندي الاكسترنال، والاكسترنال ده البارازايت فيه اللي هو المتطفل بيعيش على البادي، on the body of the host، الهوست يعني الضحيه بيعيش عليها البارازايت، واند بيساكس يعني بيمتص البلاد، بيفضل يمتص في الدم بتاعه. طب ده الايه ده الاكسترنال. طب ايه حكايه الانترنال؟ الانترنال ده برضو البارازايت بيعيش انسايد جواه، جوه الهوست، ويفضل ياكل معاه من الاكل اللي جوه بطنه، يفضل ياكل من الدايجستد فود اللي هو الاكل اللي عايش من جوه. تعالوا افتح لكم يعني شوفوا كده اهو، تعالوا نقراها مع بعض. because على فكره انتوا المفروض تكتبوا الاجابات دي، يعني المفروض ان انتوا تبقوا شاطرين وتنقلوا الاجابات دي، توقفوا الفيديو وتنقلوا. طيب because external parasite اللي هو اللي من بره، هو بيقول لي ليه في بره وفي جوه. طب external parasite live on host's body sucking، يعني بيمتص its blood، and internal parasite lives inside host's body sharing the host its digested food or feeding on its tissues and cell، بيتغذى على النسيج بتاعه والخلايا بتاعته. يبقى عرفنا ليه في inside وفي external وفي internal. تمام، تعالوا نكمل. Some materials are magnetic. ليه في حاجات magnetic؟ Because it attracted to the magnet. إجابة سهلة جدا يعني. يبقى ليه عندنا حاجات زي الايرن بنعتبره magnetic material؟ يعني لو جاب لي قال لي ليه الايرن is magnetic material؟ له because it attracted to the magnet. تعالوا نكمل مع بعض. بيقول لي there are different types of solutions. ليه في انواع مختلفة من السوليوشن؟ طب هو السوليوشن ده بيعتمد على ايه؟ هو انا بخلط حاجتين مع بعض، يعني فكروا بقى في الاجابة، يعني ليه في different types of solution. green plants can make their own food. فاكرين لما قلنا autotrophic يعني بتقدر تعمل الاكل بتاعها. يبقى فكروا برضو في الاجابة دي، green plants are make their own food، اللي ترى ليه؟ طيب نجاوبها مع بعض. because الإجابات كلها بتبقى بسيطة جدا. because plants are autotrophic organisms that can make their own food by processes called photosynthesis process. بيقدر ان هو يعمل الأكل بتاعه عن طريق حاجة اسمها photosynthesis process. تعالوا نكمل. some mixtures are separated by using separating funnel. هو السيبريتنج فانل ده، حد فاكر كان بتاع ايه السيبريتنج فانل ده؟ كان بيستخدم ان هو ان انا افصل تو ليكويدز، ان انا افصل اعمل سيبريشن تو ليكويدز. يبقى سام ميكشر كان بي سيبريتد باي يوزنج سيبريتنج فانل. ليه؟ تعالوا نقرا. بيكوز زي ار هيتيروجينيوس ليكويد ميكتشرز، لان هم لو هومو هيبقى صعب ان انا افصلهم بالسيبريتنج فانل. طيب تعالوا، معلومه مهمه جدا وخطيره وما ينفعش تخش الامتحان لما تكون عارفها، ان بريديشن عمليه الافتراس از ا تمبرري فود ريليشن شيب. يعني ايه تمبرري؟ تمبرري يعني او تمبرري يعني هي مؤقته، كلمه تمبرري يعني مؤقته. ليه بقى الافتراس اللي هي بريديشن ده حاجه مؤقته؟ لان هي بتنتهي، لان انا دلوقتي
انا عندي فريسه وعندي ضحيه او سوري عندي راجل مفترس زي الاسد وعندي ضحيه زي الايه الغزاله. فالاسد كل الغزاله عمل بريديشن عمل عمليه ايه افتراس والغزاله خلصت فضل ياكل في الغزاله لحد ما خلصها خلاص يبقى دي علاقه مؤقته. لما خلصت الغزاله خلصت عمليه الافتراس هيروح بقى يشوف واحده غيرها. يبقى بريديشن از ا تيمبري فود ريليشن شيب بيكوز ات اندز وذ ذا اندينج اوف ذا براي اور بارت اوف ات. يبقى بيكوز ات اندز باي ديفورينج ديفورينج يعني افتراس ذا براي اور بارت اوف ات. حفظ مهمه جدا. طيب تعالوا نكمل اخر سؤال عندنا في الجيف ريزون والاسئله صدقوني كلها سهله وبسيطه. Rainbow can be seen after heavy rain falling. يا ترى ليه بقى؟ ليه بشوف قوس قزح عارفين الالوان اللي تبقى في السماء دي؟ ليه بشوفها بعد مطر تقيل وفي يوم شمس؟ Yeah, because when light passes through rain droplets لما النور بيعدي من النقط بتاعت الميه او الحبيبات بتاعت الميه it separates into seven spectrum colors forming the rainbow. بتسبب الرينبو. تعالوا ناخد بقى شوية differentiate كده هنقراهم مع بعض. What is the difference between each pair of the following؟ ايه الفرق بين اللي جاي؟ Transparent and opaque وprimary and secondary كل دي سهلين وsolvent وsolute. تحبوا ان انا اشرحهم لكم؟ تعالوا ايه ناخدهم كده واحد واحد ونتناقش فيه. طيب اول حاجه بيقول لي ترانسبيرنت ماتيريال واوبيك ماتيريال. طب الترانسبيرنت دي اللي بتسمح للضوء ان هو يعدي من خلالها والاوبيك ما بتسمحش. يبقى they allow light to ray to pass through. حفظ صم الحاجات دي. and don't allow الاوبيك بقى don't allow rays to pass through. ال في الترانسبيرنت things behind are clearly seen. اما الاوبيك things behind can't be seen. الحاجات دي تتكتب وتتحفظ. طيب الترانسبيرنت they have same color the same color as light بتاخد نفس اللون بتاع اللايت. اما دي have the same light same color as light. طيب الاثنين ايه يعني دي بتعمل ريفليكشن ودي بتعمل ايه بتخلي الضوء يعدي يعني الضوء اللي بيعدي هو نفس لونها هنا الضوء اللي بينعكس نفس لونها زي ما شرحنا قبل كده. تعالوا ناخد واحد جديد بيقول لي ايه بقى اهو شوف احنا ال 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 الجمله دي تبع الجمله دي يعني زي هاف ذا سيم كلر لايت ترانسميت ثرو واللي فوق دي زي هاف ذا سيم كلر لايت خلاص واللي بعدها اللي هي الجمله اللي بعدها ريفلكت. طيب اكزامبل على الترانسبيرنت واكزامبل على الاوبيك. اكزامبل على الترانسبيرنت جلاس شيت كلير ووتر واكزامبل على الاوبيك الابل والبانانا. طيب تعالوا نكمل ناخد مقارنه جديده برايمري كلر والسكندري كلر. هتكتب لي برضو التفاصيل بتوعهم ان البرايمري زي كانت بي فورمد باي ميكسينج تو اني اذر لايت كلرز والسكندري نفس الكلام. اعتقد ان احنا يعني شاطرين في الحاجات دي كلها. ماجنتيك ماتيريال اند نون ماجنتيك ماتيريال برضو الماجنتيك هي اللي اتراكتد تو ذا ماجنت الثانيه نوت اتراكتد تو ذا ماجنت. اكسترنال بارازايت والانترنال بارازايت انا شرحتهم لكم اللي بيعيش بره واللي بيعيش جوه ماشي. وهتقول لي برضو ايه مثال على ده ومثال على ده يعني مثال على الاكسترنال الموسكيتو اند مان الناموسه لما بتقف على جسم الانسان والانترنال زي البلهارسيا اند مان اللي بتعيش جوه بطن الناس. البارازيتيزم والساروفايتيزم دول برضو من الريليشن شيب المهمين اللي انا عاوزكم تنقلوهم تنقلوا اجاباتهم توقفوا الفيديو وتنقلوهم او لو عندكم مش مشكله وانا سايب لكم شويه حاجات مش مجاوب لكم عليها انا يعني في حاجات مش مجاوب لكم عليها سايبها لكم انا مش هجاوبها ما. يعني انتوا فكروا فيها. هوموجينيوس اند هيتيروجينيوس ميكتشرز دي مهمين اللي هومو هو كانت ديستنجويش between its components ما بيقدرش ان انا افرق بين الايه الكومبوننتس بتاعته. اما الهيتيرو كان ديستنجويش between its components زي الساند والايرن انا لو عندي حبه ساند وايرن هعرف لو اويل ووتر هعرف. اما لو فينجر اللي هو الخل والميه لا الاثنين ليهم نفس اللون. طب سولت اند ووتر دوبت حبه سولت وميه مش هشوفهم. طيب لحد هنا هنقف ونكمل بقى في فيديو جديد. احنا وقفنا لحد صفحه 86
ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنكمل اسئله كتاب المدرسه ونقعد نحل واحده واحده كده مع بعض لحد ما نخش الامتحان نجيب الدرجه النهائيه باذن الله. تابعوني وان شاء الله نتقابل في بارت جديد وفيديو جديد، وكنت معاكم مستر احمد الباشا. باي باي.